السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم أخبار الصباح. 162 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 16424 في المغرب. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، فهذا يسعدنا ويحفزنا على تقديم المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. شهدت 9 جهات في المغرب 162 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد 19 بين 6 من مساء أمس و10 من صباح اليوم الخميس، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة. ويتعلق الأمر ب 48 في جات الدار بيضاء سطات، و 42 بطنجة طوان الحسيمة، و 39 بجات مراكش آسفي، و 11 في جات الشرق، و 10 بالرباط سل القنيطرة، و 10 في جات فاس مكناس، و 2 بجات الداخلة، و 2 في قلميم وادنون، و 1 بجات سوس ماسة. تحليل بيانات وزارة الصحة على موقع covid.espress.com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محددة حاليا في 84.61% في المملكة بعد التأكد من شفاء 75 اليوم و113896 في المجموع، بينما نسبة الفتك بلغت 1.58% ب260 وفاة، ويبقى 2268 يتلقون العلاج. الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 4035 حالة في جات البيضاء، و 3273 في طنجة طوان الحسيمة، و 2927 في مراكش آسفي، و 2096 بجات سل الرباط القنيطرة، و 1922 في فاس مكناس، و 821 بجات العيون السقية الحمراء. المجموع بلغ 586 إصابة مؤكدة في جهات درعة فيلالت، مقابل 304 في جهات الشرق، و 184 في بني ملال خنيفرة، و 148 بقلميم وادنون، و 103 في جهات سوس ماسة، و 25 في جهات الداخل وادي الذهب. جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.